بوداش؟ هل دخل شيء من البوابة؟ انفلت السحر إكويستريا؟ هل عادت وايلايت بمشكلة فقط نستطيع حلها؟ هل غطت كعكات عملاقة كل كعك العالم بالكعك؟ ليس بالضبط. لا أفهم شيئاً. حسناً سانسيت، كنت أخبر ريمبوداش أن وتر الجيتار المقطوع لا يصلح أبداً في أوقات الطوارئ. لا، إنه يصلح. حقاً ريمبوداش، كنت منهمكة في خياطة قطعة معقدة في الثوب. وأنا كنت أحاول إدخال الجميع إلى المأوى قبل الليل. الآن سوف نبدأ العمل من البداية. لما أرسلت لنا رسالة طارئة من أجل وتر الجيتار؟ حسناً، كنت سأستعرض أمام بعض المعجبين وأسمعهم بعض الموسيقى، لكنني أحتاج إلى الأوتار 6 لأفعل. لديكم إضافي؟ تفضلي، لكن الجميع أنهوا التدريب اليوم. كل غرف الموسيقى مغلقة. لا مشكلة، الصوتيات في الرواق ممتازة لقوة الأوتار. هيا لنذهب. ستأتينا سانسيت؟ سوف ألحق بكم. عزيزتي الأميرة توايلايت، كيف هي الحياة في إكويستريا؟ أي تعويذات سحرية جديدة؟ الأمور هادئة هنا في المدرسة منذ منافسة الفرق. لازلنا مبهرين في لعب الموسيقى التي تحب ريمبوداش أن تستعرضها، ولكن لازلت لا أستوعب الأمر كله. أحب أن أسمع رأيك في الموضوع لو لديك وقت. صديقتك سانسيت شيمر. ماذا تفعلين؟ انتظري، توقفي. من كانت هذه؟ Thank you.
كانت بالتأكيد تفعل شيئاً في التمثال أو تخطط لهذا. تعتقدين جاءت من البوابة من إكوستريا؟ لا، متأكدة من أنني كنت سألاحظ. أعتقد أنها كانت من هنا. حسناً، هذا مريح. آخر شيء نحتاجه هو سحر آخر مبني على السيطرة على العالم ويأتي من إكوستريا. موافقة، لست مهتمة بمعركة أخرى ضد قوى السحر الشرير. خزانتي مليئة بملابس مستعملة كافية. المهم، شخصية غامضة تتلصص عند البوابة، ألا تريدون معرفة حقيقة الأمر؟ لا أريد حتى التخمين. حسناً، لست مضطرة، لأنني فعلاً اكتشفت من كانت. من؟ عامل نظافة للتمثال؟ عامل إصلاح لإصلاح البوابة؟ البستاني؟ لقد استقلت الحافلة القادمة من المدينة، ثم عادت إلى الحافلة متجهة إلى المدينة. أراهن أنها جاءت من كريستال الإعدادية. نعم، مع بدء ألعاب الصداقة في الغد، أراهن أنهم يريدون خدعنا بتخريب تمثال واندر كولت. لما يستقل أحد ما حافلة من المدينة لهذا؟ لأن فريق كريستال الإعدادية هم منافسنا الأكبر؟ لأن هذا هو سلوك تلاميذ كريستال؟ لأنهم رغم أنهم ينتصرون في كل شيء، كرة، تنس، جولف، لكن يحبون السخرية. تبدو هذه حماقة. حماقة؟ إذن ترين أن ألعاب الصداقة حماقة أيضاً. نعم، إنها ليست كمحاربة قوة السحر الشرير. لا، سنحارب ضد مدرسة مليئة بالحمقى. لا يجب أن يكون شيء سحرياً ليكون مهماً. أنت محقة، أنا آسفة، الأمر مهم حقاً. هوني عليك عزيزتي، ما زالوا يجددون أرض الملعب لتكون جاهزة. فقط لا أفهم لما هناك هذا التنافس الكبير. أليس من المفترض أن الغرض من ألعاب الصداقة هو الصداقة؟ حسناً، من الصعب أن تصادقي شخصاً يهزمك في كل شيء. ليس بعد الآن، هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً. ماذا تعنين؟ سوف تكتشفين. كما أنكم تعرفون، غداً مدرسة كانترلوت تستضيف زملائنا طلاب مدرسة كريستال الإعدادية. سوف نتشارك معاً روح الامتياز، الروح الرياضية والإخلاص لنتنافس في ألعاب الصداقة. الآن بما أن الألعاب تقام كل 4 أعوام، فبالتأكيد كلكم فضول للحدث. تعنينا فضول لهزيمتنا؟ ومن أجل هذا بالضبط، طلبت من رينبو داش أن تأتي وتعطيكم بعض التشجيع. شكراً مديرة سيليستيا. الكثير منكم يفكرون أننا لا يمكن أبداً أن نهزم مدرسة رائعة مثل كريستال الإعدادية في أي شيء. الشيء الوحيد هو الهزيمة أمام الكريستال، لأننا جيدون في هذا حقاً. وأنا أعرف أيضاً أن مدرستنا لم تربح في ألعاب الصداقة ولا مرة. جيد، أتمنى ألا يكون غرض الحديث التحفيز. تلاميذ كريستال الإعدادية رياضيين ممتازين شديد الذكاء، لكن شيء واحد ينقصهم، أن يكونوا الخارقين. حاربنا السحر كثيراً وكنا الفائزين. لمدارس أخرى مثلنا. شجعنا سنربح الألعاب هذا العام، سنكون مهرة خارقين للأبد. قد جاء الوقت لتنفيذ الأحلام، لأننا نؤمن في قوة الصداقة، وستعرف في نهاية هذا اليوم إننا نحن الصامدون. كما كنا من قبل أصبحنا مختلفين. تغطينا كل العوائق. كانترلوت متحدة ولا انحناء. فاستعد لترانا الأوائل، سنكون مهرة خارقين للأبد. قد جاء الوقت لتنفيذ الأحلام، لأننا نؤمن في قوة وستعرف في نهاية هذا اليوم إننا نحن الصامدون. في نهاية هذا اليوم إننا نحن الصامدون.
إننا نحن الصامدون في نهاية هذا اليوم إننا نحن الصامدون. ريمبو داش كان هذا مدهشاً. أشعر أننا نستطيع الفوز. أشعر أنني أفخر بمدرستي أكثر من ذي قبل. هل تساءلت إحداكن لما أبدعت ريمبو داش بدون الجيتار؟ أنا عارف، هذا في الأغلب لأنني مدهشة جداً. ربما، أعني أنت مدهشة، لكن لابد أن هناك ما هو أكثر. يبدو الأمر عشوائياً. سيكون لطيفاً إذا ساعدتمونا في هذا يا بنات. نريد أن نبعد السحر عن ألعاب الصداقة قدر الإمكان. لا نريد أن نتهم بالغش. لا نحتاج للسحر لنهزم هؤلاء الأطفال من مدرسة كريستال. نعم. عموماً، ألعاب الصداقة هي أمر خطير. لا نريد أي مفاجآت، خصوصاً التي قد تتسبب في انسحابنا. سانسيت شيمر، جئت إلى هنا من عالم سحري. ربما تستطيعين أن تقومي بتطوير قاعدتنا السحرية. سأبذل جهدي. حسناً، هل لدى إحداكن تخمين لفقرات الحدث؟ فطائر وكعك. لم يسمحوا لنا أن نرى ما يحدث في الملعب. هل سيخبرون المتسابقين فيما يتسابقون؟ يمكن أن يكون أي شيء. أي شيء؟ كيف أختاروا ملابس مناسبة؟ أردت المساعدة فعلاً، لكني سأركز على اكتشاف سبب إبداع ريمبو داش. أراكم لاحقاً. يبدو أنها متحكمة في كل شيء. لا داعي للقلق. أهلاً توايلايت، لم يصلني ردك بعد. لابد أن عملك كأميرة يجعلك مشغولة جداً، لكن أحتاج نصيحتك الآن. لقد أسند إلي إبقاء السحر تحت السيطرة هنا في المدرسة، ورغم هذا لم أصل إلى طريقة بعد. لكن رؤية الطريقة التي أبدعت بها ريمبو داش، فكرت في أن سحرها ربما يكون في تغير. الجميع ينتظر مني أن أكتشف الأمر ولا أريد إحباطهم، ولكن ليس لدي خبرة كبيرة بسحر الصداقة لأحل اللغز. واقعي أمس أثبته سبايك. بهذا الجهاز أتتبع وأجمع طاقة الغريبة الآتية من مدرسة كانترلوت. أعرف أنك لا تحب أن أذهب هناك، لكن الأمر ملح، وقريباً سيتاح لي الوقت الذي أحتاج. كريستال الإعدادية ستكون هناك لألعاب الصداقة. أتمنى أن هذه المنافسة السخيفة لا تقف في طريق أبحاثي. لو استطعت تجميع معلومات كافية على هذه الترددات، فسأتمكن من استنتاج شكل الموجة لأحدد مصدره، وهذا سيضمن انضمامي إلى برنامج إيفرتون المستقل. توايلايت، تعرفين أن الحيوانات ممنوعة. سبايك ليس حيوان، عميدة كيدنس، إنه بؤرة مشروع بحثي. شراكة السكن بين الإنسان والكلب، تأثيرها ونتائجها. حسناً، لكن المديرة سانش شديدة الحساسية، فأقترح أن ترتدي قميصاً نظيفاً. لماذا؟ لأنها تريد مقابلتك. أوه، ربما لديها الجديد عن تقديمي في إيفرتون. كنت أريد التحدث معك عن هذا. متأكدة أن هذا ما تريدينه؟ ولم لا؟ إنه برنامج يتيح لي أن أركز انتباهي على الرياضيات المتقدمة ومشاريع العلوم. إنه حلم يتحقق. لكن ليس هناك تلاميذ آخرون في هذا القسم. ستقومين بعمل كل شيء وحدك. ولهذا يسمونه برنامج دراسي مستقل. فقط لا أريد أن تضحي بأي شيء، هذا ما أعني. الوجود مع ناس آخرين ليس بالشيء السيء. أحياناً تكون طريقة لتعرفي المزيد عن نفسك. أعتقد سأقابلك في مكتب المديرة سانش بعد دقائق. ما الذي يقلقها هكذا؟ إيفرتون هي ما أحتاج في الوقت الحالي. لم يعد هناك ما أتعلمه في كريستال الإعدادية.
فحان وقت الرحيل. للعالم سوف أخرج وأكتشف كل جديد. للعالم سوف أخرج وأبحث عن نفسي. شاينين غارمر، لما شقيقي هنا؟ كخريج سابق، المديرة سينش ظنت أنه سيكون لديه وجهة نظر فريدة. وجهة نظر عن ماذا؟ أنا لا بصداقتي بالطبع. لقد نفست في الألعاب، هذا صحيح، أليس كذلك؟ بالفعل. وهل تتذكر من كان الرابح؟ كريستال الإعدادية، نربح دائماً. نحن نربح دائماً. لما طلبت مقابلتي؟ توايلايت، سأكون صريحة، ليس المهم هو فوز أو خسارة مدرسة كريستال. الشيء المهم هو أن المتوقع أن نفوز لأن كريستال الإعدادية لديها سمعة، وأن هذه السمعة هي سمعتي أنا، وهي المسؤولة عن كل شيء لدينا هنا وكل شيء تفعلونه هنا. لقد فعلت الكثير، صحيح؟ لا أعرف، أعتقد. أوه لا تتواضعي، أنت أفضل تلميذة رأتها المدرسة. ما أحتاج أن أفهمه، لما لا تريد أفضل تلميذة عندي أن تتنافس؟ في ألعاب الصداقة؟ انظري تويلي، أعرف أن الأمر لا يعنيك، ولكن تمثيل المدرسة هو أمر مهم، إنهم سيحتاجون لمساعدتك. يبدو أن مدرسة كانترلوت تمر بمرحلة نهضة شاملة، نتائج مرتفعة، درجات، حتى المستوى الرياضي يتحسن. أترين؟ إنهم يحسنون نوعاً ما من سمعاتهم السيئة. هذا لن نسمح به. سيدة سينش، لا يمكن أبداً أن أشترك في الألعاب، عملي هنا مهم. أوه نعم، عملك كيدنيس، هل تستطيعين أنت وزميلك إحضار أرقام الاتصال بإيفرتون للدراسة المستقلة؟ بالطبع. أعرف أنك قدمت طلباً. أترين، أحد مميزات السمعة الجيدة هو أن يكون لك نفوذ وسلطة في أشياء كهذه. إذن دعيني الآن أتفق معك في مقابل اشتراكك معنا ومساعدتنا في هذه الألعاب. سوف أستخدم نفوذي لأضمن لك أن طلبك قد تم قبوله. أعتقد أني أستطيع أن أتسبب في رفضه. ما رأيك في هذا الأمر؟ كيف يا سبايك؟ كنت ذاهبة على أي حال إلى هناك من أجل الألعاب. الفرق الوحيد الآن أني سأنافس، وأيضاً
لم تعطيني المديرة اختيارات كافية. أعرف سبايك لا تعجبني أيضاً. في الأغلب لن أتمكن من جمع معلومات من هناك كما ظننت. لكن ربما سأحصل على بعضها. سبايك، لن أرحل بدونك، لكن ابقى هادئاً وابقى نظيفاً. عميدة كيدنس، لا أعرف إلى أين أذهب. لحظة يا توايلايت، تستطيعين تجربة آخر الصف؟ ماذا قلتي؟ قلت إن شخصاً في مثل ذكائك لابد أن يقف في الأمام. لا، لم أقصد هذا، كنت أسأل فقط. هذه هي الحافلة توايلايت، هيا صعدي. لكن لم أعني أن أتقدم. آه، لقد تأخر الوقت. هل ستفوز؟ أنا لا أعرف. إجابة خاطئة، حاولي مجدداً. هل سنفوز؟ أعتقد الأمر فقط، أعني لقد سمعت أن سمعة مدرسة كانترلوت في تحسن، وأعني ليسوا أفضل منا بالطبع، لكن لن نسمح لهم، أتعرفين؟ بالفوز، أعني صح؟ يجب أن تجلسي على كرسي. أهلاً جوبركون، كان حديثاً سرياً، لا يجب أن تتحدثين على الملأ. حسناً سبايك، على الأقل أنت معي. لابد أن تسمعي هذا. أتمنى أن يكون هناك منافسة في الموسيقى، لأننا بالتأكيد سنفوز. من المفترض أن نبقي السحر بعيداً عن ألعاب الصداقة. القول أسهل من الفعل، إن سحر إكويستريا يفعل ما تريدين، لكن هذه ليست إكويستريا. حسناً، عندما يتعلق الأمر بالسحر فستعرفين. في الوقت الذي تعمل فيه سانسيت على إبعاد السحر، كنت أعمل على ما سوف أضيفه. ريرتي، اخبرينا ماذا فعلتِ؟ حسناً، استخدمت يدي لبعض الوقت، وبما أننا لا نعرف ما هي فعاليات ألعاب الصداقة، فجهزت بعض الاختيارات للزي. لم تكوني مضطرة لهذا. أنا أعرف. لا، حقا ما كنت مضطرة. أعرف. نائبة المديرة لونا ستصحب الطلاب. لو أردت أن أخذك في جولة سيدة سلينج، حدث بعض التغييرات منذ زيارتك الأخيرة. أوه نعم سيدة سليستيا، متأكدة أنه سيكون مشوقا. أوه نسعد دائما أن نراك يا سيدة كيدنس، حتى لو هذا من أجل التنافس. أشكرك يا سيدة لونا، لكن أعتقد أن الأمر سيكون صعباً هذه المرة. أشعر أن المسابقة سوف تكون رائعة. أنا قادمة! حقيقي؟ أوه آسفة، لم أعني هذا. أوه آسفة، لما لا تذهبين؟ أنت حقاً لطيفة جداً. أنا أعاقبك. تقفين مثل البواب الآن. أهلاً توايلايت. أهلاً توايلايت. أهلاً توايلايت. توايلايت. توايلايت، كيف حالك؟ أهلاً. أهلاً، ما الأمر؟ سعيدة لرؤيتك. سوف نفوز هذه المرة. توايلايت، أهلاً. أهلاً. أهلاً، جيدة. توايلايت، أنا لم أتعرف عليك. منذ متى ارتديت نظارة؟ منذ فترة طويلة. أوه، إلى متى ستبقين هنا؟ حتى نهاية الألعاب. صحيح، بالطبع، بلا شك سوف نفوز. سوف أذهب. حسناً، سلام. أوه، راريتي،
الملابس رائعة، لكن تضيعين كل هذا الوقت في ملابس ربما لن نرتديها. سترهقين نفسك قبل أن تبدأ الألعاب. أوب، كفى حماقة عزيزتي. بذل مجهودي في الملابس هو ما أعيش لأجله، وقضاء الوقت من أجل أصدقائي يملأني بالطاقة. والسحر أيضاً أعتقد. حقيقة يا أبل جاك، بمناسبة ما قلتيه، إني أحتاج إلى راحة. أوه. أخبرتك؟ توايلايت؟ نعم؟ أهلاً بك، كان يجب أن تخبرينا بقدومك. عزيزتي، هذه النظارة، ما الذي ترتدينه؟ إنه قاس جداً. إنه زيي. إنه زيك لأي شيء. لمدرسة كريستال؟ لكن لما يعرف الجميع هنا من أنا. هل قلت الآن مدرسة كريستال؟ سبايك! تعرفون اسم كلبي أيضاً؟ وبرنامج الموسيقى قد بدأ في شكله الجديد. ها؟ توايلايت؟ الأمر أصبح سخيفاً. يجب أن أعتذر من أجل فضول طالبة نجيبة. إنها طالبتك؟ إن الأذكياء دائماً فضوليون. سوف أعيدها إلى غرفتها مع باقي زملائها. لم أعلم أن توايلايت لها أخت توأم. لا، إنها توايلايت من هذا العالم وليست من عالم المهرات، لأن توايلايت من عالم المهرات. لا تذهب إلى مدرسة كريستال ولا ترتدي نظارة. لا عليك. آسفة سيدة سينش، كنت فقط أتبع هذه الإشارات الغريبة. في الواقع هي من قادتني إلى البنات. توايلايت، ما تفعلينه في وقت فراغك لا يعنيني بتاتاً، لكن وأنت هنا أنا وكل كريستال نحتاج إلى تركيزك كاملاً. لكن لما كل من في المدرسة يعرفونني؟ ربما يريدون تشتيتك، ربما يريدون جذبك لهم. لم أشعر أن أحداً يحاول جذبي. لا أعرف ما يخططون له، لكن هذا سيضمن لنا الفوز. لا أصدق أن توايلايت تذهب لمدرسة كريستال. تعنين أن توايلايت سوف تلعب ضدنا نحن؟ لن تفعل هذا أبداً. توايلايت لن تفعل هذا. توايلايت صديقتنا، أميرة في إكوستريا وخبيرة في سحر الصداقة. ولو كانت هنا كنا سنكشف لما السحر يخرج تلقائياً خلال عزف الموسيقى وتغيير الأزياء. آسفة، أنا فقط عصبية لأنها لم تكتب رداً. إنها أميرة في إكوستريا، في الأغلب لديها مشاكلها الخاصة. بالتأكيد لا ننتظر منها أن تترك كل شيء وتظهر من الباب، خاصة للتعامل مع أشياء صغيرة تحدث مع بعض المهرات. لكنها ليست صغيرة. السحر جاء إلى هذا العالم عندما سرقت تاج توايلايت. احتجت وقتاً لأكتسب ثقة الجميع. لو استطعنا الانسحاب من الألعاب، لأنني لا أعتقد أنني سأستطيع السيطرة. أوه سانسيت، متأكدة أنك ستكتشفين الأمر. جعلتنا نفهم ما كان يحدث مع حريات البحر، أتذكرين؟ أعتقد، لكن توايلايت هي من اكتشفت الطريقة التي نحتاجها لمواجهتهم. ألا تذكرين عزيزتي؟ ما كنا نحتاجه للمواجهة كان أنت. حسناً. نعم حسناً. هيا يا بنات لنعرف معلومات عن الفعاليات لنحضر خطة. ستأتين سانسيت؟ سوف ألحق بكم قريباً. لا زال لا رد. ربما هناك طريقة أخرى. أنت بل تتركيني. ما الذي فعلتيه؟ توايلايت، يجب أن تدخلي إلى غرفتك. أين هو الباب؟ أين هو الباب؟ ماذا تعنين بأن الباب اختفى؟ أعني أنه اختفى.
قد غلق، لم يعد موجوداً هناك. كيف حدث هذا؟ لا أعرف، لكن الأمر يتعلق بهذه التوايلايت. ما الذي تسعى إليه إذن؟ دعوا الأمر لي. توايلايت، ما الذي كنت تفعلينه؟ أنا؟ أوه، كنت فقط... من يريد المعرفة؟ نحن نريد. حسناً جميعاً، لا داعي للتنافس قبل أن تبدأ الألعاب. الألعاب ليست تنافسية، لأننا لا نخسر أبداً. ما تقولينه ليس لطيفاً. أنا آسفة، هذه الألعاب لا تحتاج للطاقة. حسناً، عليك اختيار ألفاظك. أهلاً، أنا بينكي باي. أوه، أهلاً، أنا توايلايت. أعرف، إنك تشبهين صديقتي، اسمها توايلايت أيضاً. هذا، أوه، غريب. ما هذا؟ إنه مقياس طيف، أتتابع به ترددات الموجات، أحياناً يكون به خلل. يقيس الأشياء. مثل الحفل؟ نعم، لكن هذا لا يبدو حفلاً بالنسبة لي. أعرف، بالفعل ينقص شيء ما. هيا بنا. أهلاً جميعاً، أريد أن أستغل هذه الفرصة لأرحب بكل ضيوفنا في مدرسة كريستال الإعدادية. أهلاً بكم في مدرستنا. ماذا يوجد في الصناديق؟ إنها مدافع الاحتفالات. وأخيراً، أتمنى أن أعرفكم بالإثنى عشر طالبتنا الذين سيمثلون المدرسة. لا أعتقد أننا كان يمكن أن نختار مجموعة أكثر امتيازاً، ذات روح رياضية وروح الصداقة التي تحتاجها الألعاب. جيدة؟ بالتأكيد. سيدة سيليستيا على ترحيبها الغير تقليدي. لقد مر 4 سنوات على آخر مسابقة، لكن يبدو أن لا شيء قد تغير. ما زالت مدرسة كانتولات تختار متنافسيها في اختبار شعبي، ومدرسة كريستال تستمر في اختبار أفضل طلاب لديها. إنه مريح جداً أن نعرف أن بعد كل سنوات الخسارة هذه، تظل مدرستكم متمسكة بأفكارها حتى لو كانت مضللة. حظاً سعيداً للجميع، بغض النظر عن النتيجة الحتمية. آسفة بينكي، أعتقد أن إضافات الحفل رائعة. لقد قصرت الجمود حولنا. نعم، لو لم تعيد تجميده السيدة سينش. نعم، إنها كريهة. واو بينكي، ماذا حدث لك؟ لا أعرف، بدأ الجميع في الاحتفال بعدما أطلقت أنا وتوايلايت مدافع الاحتفال. نعم، بالفعل، لكن فجأة تسرب السحر للخارج. انتظري، ماذا تعنين بتسرب خارجك؟ أين هذه التوايلايت؟ إنها... حسناً، لقد كانت هنا. صباح الخير جميعاً، متأكدة أنكم جميعاً متشوقون لأول يوم في ألعاب الصداقة. سوف يتنافس المشتركون جميعاً المناهج الدراسية المقررة حتى يصلوا إلى ذروة المعادلات الرياضية. أهلاً بكم في أول مسابقة، الرياضة الأكاديمية. سيتم تقييمكم في الكيمياء والتدبير المنزلي وكل شيء بينهما. لكن تذكروا، 6 طلاب أصحاب أعلى درجات من كل فريق سينتقلون للمسابقة الثانية. حظاً سعيداً. سنهزمكم، كم كم كم، سنخرجكم،
بناداكم تفوزون فافسحوا لنا الطريق سنظل صامدين إلى الأبد اتحاد القوة سيصحبكم أنتم هنا في مدينتنا لا تنهزم مجددا سوف ننتصر وهذا الأكيد إنك متوتر من شدة الخوف فلتوفر نقودك سنخسرها الآن سوف نهزمكم أنتم دوما خاسرون فلتتوقفوا قبل أن تبدأوا نحن أفضل فريق سمعتنا جيدة كل لحظة تمر هي درس لنا انزلوا إلى الأرض واسمعوا هذا الصوت فبيتكم الضعيف على وشك أن ينهار على وشك أن ينهار على الأرض سوف نهزمكم نا 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 هيا شادو بار سنهزمكم نا 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 هيا شادو بار استعدوا سنقضي عليكم أن تنهار هار 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 اقتلوا أقصى ما لديكم لأننا سوف نفوز ربما يجب أن تنسحبوا نراكم ترتعدون نحن نثق في أنفسنا ولدينا ما نحتاج ولن نتوقف متى ينتهي الأمر كله كثير كل ما قبل انتهاء الألعاب سأعرف ما تفعله هل ستفعل؟ هل ستنجح؟ من سيربح؟ من سينجح؟ هل ستفعل؟ من سينجح؟ هل ستنجح؟ هل فعلتها؟ من الفائز؟ من الخاسر؟ كيف أجابت؟ إجابة خاطئة الفائز الأول في مسابقة ألعاب الصداقة هي توايلايت سباركل من كريستال الإعدادية كان هذا رائعاً مدهش للغاية لكن لقد خسرنا كنا أقرب للفوز أكثر من أي وقت مضى بعد مراجعة دقيقة للدرجات نود أن نقدم الطلاب المنتقلين للمرحلة القادمة أنا أهنئك كنت حقا رائعة أسفة معذرة حسنا إذن ها أتعطيناها حلوة؟ أنا لست الوحيدة التي تدخل حيوانها للمدرسة ليس واحدا اوه واو كل ما لدي اصبعي انه حقا خارق هل يتكلم انه شيء لا اعرف تهانينا لفوزكم على العموم لكن شعرت ان لا احد من فريقكم كان سعيدا بالفوز لا احد في مدرستنا يسعد لاي شيء لم يفعله بنفسه هذا يبدو سيئا خذي امسكي به لماذا حمل ارنب يشعرني دائما بالراحه حسنا يبدو هذا سخيفا لكن اوه في الواقع قد نجح انا في الفريق الاخر وقد خسرتم لما انت لطيفه معي انك تحتاجين هذا انتظريني
ربما السبب هو الفتاة الطائرة أو فجوة الفضاء أو كلبي المتكلم. نعم غريب صح. أنت بخير؟ كيف تشعر؟ ماذا حدث؟ وأين ذهبت؟ هي سؤال واحد في المرة، الأمر جديد بالنسبة لي. أسفة، ما أعرفه هو أني طردت الأرنب داخل هذه الفجوة وذهبت لمكان آخر، ثم عدت بين ذراعي فتاة جميلة وأستطيع الكلام. لا أعرف لما لم أستطع من قبل، أعني شيء سهل. توايلايت سريعاً اختبئ هنا. إلى من تتحدثين؟ لنفسي، إنها عادة عصبية، هل تبحثين عني؟ نعم بالفعل، أهي صدفة أن طلاب كانترلوت الذين سيتأهلون للمسابقة هم نفس الفتيات الظرفاء التي كنا مهتمين بك؟ ما رأيك؟ لست متأكدة. ربما عليك أن تتعرفي عليهم جيداً. لكن أنت رفضت هذا. لنقل إنه تأمين لقواعدي، من يعرف، ربما سيكشفون لك سر نجاح مدرستهم الغير متوقع. لا أعرف، التجسس يبدو شيئاً سيئاً. إنه قرارك يا توايلايت، ولا تنسي أن منحتك متعلقة بالأمر. فكري ثانياً واختاري. يا إنها بشعة، ماذا ستفعلين؟ لا أعرف سبايك، لا أعرف. ما فعلته هو إعطاء توايلايت الأرنب ثم ارتفعت. لا أفهم الأمر، سحر راريتي خرج وهي تصنع لنا الأزياء، بينكي وهي تصلح الحفل، والآن فلاترشاي سحبت القلادة التي ترتديها توايلايت السحر من داخلي. لم أستطع الوقوف. مثلي أنا في الحفل أو أنا قبل أن نقابل توايلايت. إذن إنها تسرق السحر. لا أعرف، لا تبدو من النوع الذي يسرق السحر. نعم، لكن لها علاقة وثيقة بغلق الباب. لو أن قلادتها تسرق السحر فربما سرقت الباب أيضاً. كيف؟ لا أعرف، لأن المهرة أو الشخص أو الأميرة التي تستطيع مساعدتي لا أستطيع الوصول إليها الآن. هذا الأمر سيء حقاً، لأن توايلايت تعرف كل شيء. أعرف السحر والأبواب والأبواب السرية وسائر النوابات. إذن الآن دعونا نركز على الفوز على الشادو بولتس. وطالما هذه المسابقة ستضعني في المجال الرياضي فلا أعتقد أن لدينا ما نقلق بشأنه. أوه، ستضعك في المجال الرياضي بالفعل. أنا فقط من يرى أن هذا خطر؟ لا أظن أنك أعددت ملابس ركوب دراجات. أوه، لا تكوني سخيفة. بالطبع فعلت. ستتسابقون أزواجاً أنديغو وشوغر سباق دراجات. نعم. ليمون وساني قد طلب المسار القصير. بما أن رمايته هي شرط أساسي في مدرستنا فسيتمكن أيكم من فعلها. توايلايت وساور سوف تبدأني بها. حسناً، هذا أمر مدهش. لو أردتم الخسارة قبل حتى أن نبدأ. أعلم أن توايلايت رابحت آخر مسابقة وحدها، ولدي الثقة الكاملة أنها سوف تفعل نفس الشيء. صحيح. مرحبا جميعا في حلبة سباق ألعاب الصداقة. في هذه المسابقة الطلاب المشتركون سيتنافسون في الرماية، التزلق السريع، وأخيراً سباق الدراجات. إذن لو أن المشتركين جاهزون، كل متسابق لابد أن يصيب الهدف قبل أن يبدأ أعضاء فريقه الجولة التالية. Thank you.
لأنني لست في مدرسة كريستال. معك حق. لو لم تتمكن كريستال من إصابة الهدف فسوف تخرج من السباق. كنت سيئة. لا أستطيع التحمل أكثر. كفي عن التصويب للهدف. كلام موزون حقا. لا تصوبي على الهدف. شكرا جزيلا. كفي عن التصويب إلى مكان الهدف الفعلي ولتصوبي إلى حيث سيذهب الهدف. نعم بلا شك. خذي نصيحة من الشخص الذي يلعب ضدك. تريدين إصابة الهدف أم لا؟ إذن ثقي بي. خذي نفسا عميقا ودعي السهم ينطلق بهدوء. الآن. أجل هذه فتاتي. أرأيتِ؟ كنت أقول الحقيقة. برجاء التوجه إلى النادي. هل الجميع بخير؟ بخير جداً. لقد فزنا. نعم لقد فزنا، لكن كان يمكن أن يؤذى أحدنا. السحر أصبح فوضوي ولا أعرف كيف أبدأ التحكم فيه. المعذرة، لم أقصد أن يحدث كل هذا. أردت أن أعرف مصدر الطاقة الغريبة الصادرة من مدرستكم. لم أكن أعلم أنه سحر أو كيف يعمل. لا مشكلة، نحن أيضاً. أوه لا 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 لا، ليس مجدداً. أنا آسفة، لقد أصبح الجهاز يجذب الطاقة وحده، لكن لا أعرف كيف. ما معنى أنك لا تعرفين كيف؟ إنه يتسبب في إظهار هذه الموجات. لا أعرف كيف تعمل. أه
هناك أي شيء تعرفينه؟ مثل كيف يمكن أن تعيدي سحرنا؟ أو كيف تصلحين الباب لإكويستريا؟ إكويستريا؟ من المفترض أنك ذكية، لكن ألم تفكري أبداً أنه لا يجب أن تعبثي بأشياء لا تفهميها؟ لكن أريد أن أفهم. لا تفهمين، والأسوأ من هذا أنك عرضت أرواح صديقاتي للخطر. أسفة، لم أكن أقصد. ويلي، انتظري. لا يمكن أن نسمي هذا سباقاً عادلاً. سيدة سينج، كلنا رأينا ما حدث. لا يمكن القول أن كانتالوت لديها مميزات. صحيح، حتى بدون هذا النبات المدرب جيداً، إن لديهن أجنحة. حسناً، بالفعل السباق كان به بعض الظروف الطارئة المساعدة. ربما علينا إنهاء الألعاب الآن ونعلن التعادل. تعادل؟ هل كانت هذه هي خطتكم لتجبرونا على أن نقبلكم متساويين معنا؟ لا أعتقد. الألعاب ستستمر، وكريستال الإعدادية ستفوز رغم كل شيء ومع أي مساعدة للتحسين. آسفة أني لم أستطع منع ما حدث. ليست غلطتك يا سانسيت. حقيقي، كان يجب أن أتحكم في السحر الذي جلبته، لكن فشلت. لقد خذلت الجميع، والسيدة سينج تظن أننا نغش. لا يهم ما تظنه السيدة سينج. على العكس، الطلاب هنا لا يريدون الفوز فقط، لكن يريدون سحق كريستال. لن يحدث هذا لم يشعر الطرف الآخر بالخسارة. كريستال الإعدادية لن يصدق أننا فزنا بشرف طالما هناك سحر، وهذا السحر موجود هنا بسببي. بما أن نتيجة تعادل، فالمسابقة الأخيرة ستحدد الفائز في ألعاب الصداقة. في مكان ما في المكان يختبئ علم من كل مدرسة. الفريق الذي سيجد علم مدرسته أولاً ويعود سيفوز. وعندما تكون الفرق جاهزة سنبدأ. ليس لدي الرغبة في إكمال هذه الألعاب، لكن يجب أن نلعب، إنها آخر مسابقة. من الصعب قليلاً التركيز مع هذا السحر المصروخ والأبواب المفتوحة. أشعر بالاستياء لما قلته لتوايلايت، خصوصاً وأنها لم تقصد أن تفعل كل الأشياء التي فعلتها. في الواقع إنها لطيفة جداً. لننهي المسابقة الأخيرة ونثبت أننا لسنا غشاشين، ثم تستطيعين الذهاب والاعتذار. أعرف أنني أطلب منكم أن تفوزوا على فريق يغش، لكن لابد أن يفهموا أنه حتى باستخدام السحر فإن الفوز على مدرسة كريستال ليس شيئاً محتملاً. وماذا عن الأجنحة؟ سؤال عادل. أعتقد أننا الآن نستطيع محاربة النار بالنار. رأيت ما يستطيعه جهازك. الحصول على قوة السحر شيء رائع، لكن هل فكرت في أن تطلقيه؟ لكنني لا أعرف حتى كيف يعمل. لكن تريدين، وبما أن منافسين استخدموه ليكملوا المسابقات فلا أرى سبباً في أن نفعل ذلك، إلا إذا كنت لا تهتمين بأفرتون. وفي رأيي أن هناك معرفة كبيرة مشحونة في هذا الجهاز الصغير أكثر من أي برنامج تعليمي مستقل. أدركت أنك كنت منبوذة، يتجنبك من هم في المدرسة. تلميذة في شخصيتك قابلت عديدا من الناس، والجيدون يختفون في غمضة عين. والآن فهمت أن لديك ترتيباتك، من الصعب إيجاد عقل حجم عقلك. لو لم نربح في الألعاب فأعتقد تعرفي ماذا سيحدث لو كنا الخاسرين. للسحر أطلقي، للسحر أطلقي، لو خسرنا فسنلومك. الكل استخدم السحر بكثرة، فلم لا نقلدكم؟ قولي قوة ليس سحراً، الهزيمة مأساوية، والأهم انتشار الأخبار. إنها الفرصة الوحيدة، لو رفضت ستندمين. افهمي أن الثمن يساوي السحر. للسحر أطلقي، للسحر أطلقي، نحن لسنا أصدقاء. إن مكسبنا فيما نطلبه أن نرى مدرسة كانتالوت تنهار. ما أقترحه بسيط جدا، وهو نيل كل الدرجات. يجب أن تتعلمي عن السحر الذي تدخرينه.
مدرستنا وتستمر وصاياتي. للسحر أطلقي، للسحر أطلقي، هزيمتنا تعتبر جريمة. ممكن أن نربح لو ساعدتينا، فوزنا بين يديك الآن. أطلقي السحر حرريني لم أكن أفهم معنى السحر من قبل، لكن الآن أفهم. إكويستريا، أي مكان لأتجنب هذه المتوحشة؟ أقترح عليك أن تفعلي مثلي. تويلايت، لا تفعلي هذا. ولم لا؟ هناك عالم آخر هناك، وهو ممتلئ بالسحر. لكنك هكذا تدمرين هذا العالم. ما المشكلة؟ يوجد هناك سحر وأريد أن أفهمه كله. أعرف أنك قوية الآن وتستطيعين الحصول على كل شيء. كنت في مكانك، لقد ارتكبت نفس أخطائك هذه. قمت بوضع تاج وكنت مثلك مغمورة تماما بالسحر الذي فيه. اعتقدت أنه سوف يعطيني كل ما أريد. أوه، أنت مخطئة، لست مثلك، سأحصل على كل ما أريد. لا، لن تفعلي. حتى مع كل هذا السحر والقوة ستظلين وحدك. السحر الحقيقي يأتي من الصدق، الولاء، الضحك، الكرم، الطيبة. أنا أفهمك تويلايت، وأريد أن أريك أهم سحر في كل هذا. إنه سحر الصداقة. Thank you.
امسكي بيدي تويلايت، سأريك أن هناك طريقا آخر كما فعل شخص ما معي. جداً، لم أقصد التسبب في كل هذا. أعرف، ومن خلال تجربتي الشخصية سوف يسامحونك. سيدة سيليستيا، بنيابة عن مدرسة كريستال أطالب بأن تنسحب فوراً من ألعاب الصداقة. من الواضح أن كريستال قد تعرضت إلى مميزات غير عادلة لبعض الوقت، ومن الواضح أن طلابك قد استخدموا قوة السحر لمصلحتهم الشخصية. محاولة إنقاذ العالم كان في مصلحتنا جميعاً. على الأقل لم يتحيلوا على تويلايت لتطلق كل سحر مسروق وتتحول إلى مخلوق قوي مجنون بالسحر. حاول تمزيق العالم ليربح لعبة. واو، هذا كثير عندما تقوله مرة واحدة. هذا شيء سخيف جداً. لا، هذا ما حدث بالفعل. في الواقع كلنا نلام حقاً، لكن هي أكثر. من الواضح أن طلابي قد تأثروا حقاً من سحركم، لكن أخطط أن أنشر كل هذا على لوحة المدرسة. جيد، أنا متأكدة تماماً أنهم سيستمتعون بالسماع عن الطلاب المسحورين ذوي الأجنحة والأبواب ذات الأبعاد المختلفة. ولا تنسي أن تخبريهم عن الكلب المتكلم. لأن هذا لن يسيء لسمعتك أبداً. حسناً، أعرف أن ألعاب الصداقة هذه لم تكن كما كان يتوقع أي منا، لكن مع حساب كل ما مررنا به أعتقد أنني سأعلن أننا جميعاً فائزون. كان هذا الطريق لإنهاء مدتك في مدرسة كريستال. من المؤكد أن سينج سوف تتصرف سريعاً في طلبك بعد كل هذا. كنت أفكر في هذا، ولكن الوقت ليس مناسباً لأنضم إلى إيفرتون. حقيقي؟ ربما أعرف عن أشياء كثيرة، لكن الصداقة ليست شيئاً مهم، وبالتأكيد لن أتعلم أكثر عنها لو ظللت وحدي طيلة الوقت. إذن ستبقين في مدرسة كريستال؟ حسناً، يبدو أن الطلاب هنا في كنترلوت يعرفون الكثير عن الصداقة، فأظن أنني... تستطيعين أن تأتي إلى المدرسة هنا؟ حقاً؟ سأفتقدك بشدة يا تويلايت، لكن ستكون فكرة رائعة. أستطيع أن أتحدث إلى السيدة سيليستيا. أحقاً؟ ألا يوجد رد من تويلايت؟ ليس بعد، لكن أعتقد أني اكتشفت كيف يعمل السحر في هذا العالم. إننا نطير عندما نظهر أكثر جزء صادق فينا. كنت مشغولة جداً بانتظار الرد من شخص آخر، حتى أنني يئست من البحث بنفسي. سوف تظهر مشاكل سحرية أكثر في عالمنا هذا، كما قالت أبل جاك، فتويلايت لديها مشاكلها الخاصة التي تشغلها في إكوستريا. لم نتوقع أن تكون هنا دائماً لتساعدنا. لكن يمكن أن أساعد. يبدو أنه أصبح لدينا عضو سحري جديد في مدرسة كانترلوت. لست مستعدة للمساعدة، لكن سأحاول لو أعطيتموني الفرصة. أنا أستطيع الاعتماد عليكم لتشعروها بجو البيت. تستطيعي طبعاً. جداً، ما كنت تلقيت رسالتك حتى الآن بسبب متاعب مررت بها، لكن للأمانة كان هذا أغرب شيء حدث لي على الإطلاق. فلنقل ثاني أغرب شيء. بحثت أوقات طويلة حتى
لم أستطع الاستمرار، ومن أكون هو كل ما أحتاجه، وخدت الاختبار ونجحت في النهاية. قد كانت هناك، هناك أمامي، قريبة جدا مني. أحيانا ما تريد ليس هو ما تحتاج، وكانت هناك أمام عيني. We'll be right back.